ازاي ان انت تشتري تقسيط من بيتك، ايه هي الفايده اللي بتتحط عليك، وهل الفايده دي كبيره ولا الفايده دي قليله، وكم عدد الشهور، وبتبدا من كام وبتنتهي من كام، وايه ومين هم اللي بيتقسط لهم في بيتك. كمل معانا الفيديو للنهايه علشان تعرف ايه هي الشروط بالظبط. ادم الفيديو بتاعي وصلك، يبقى انت اكيد مهتم بالاجهزه الكهربائيه. اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله في عالم الاجهزة. خش بقى سريعا كده في الفيديو بتاعنا، احنا هنقول ببساطة، هنتكلم بالعامية كده يا جماعة عشان كله يفهم وكل الناس تفهم ازاي احنا هنقسط من بيتك. اول حاجة، بيتك كويسة ولا وحشة دي بتاعتكم، انا مش بقيم بيتك، لا انا بعرفك ايه هي التقسيط او الفايدة اللي بتتحط عليك في بيتك قبل ما تروح تشتري عشان تبقى انت عارف الفايدة بتاعتك، وبرضه بتسأل في المكان اللي انت بتشتري منه الفايدة بتبقى قد ايه، وانت بتحسب كل حاجتك قبل ما بتشتريها عشان تبقى انت عارف دنيتك ماشيه فين ورايحه فين، وهتدفع قسط كام، وهل هذا هيبقى كبير ولا لا. طيب هنبدا شروط التقسيط في بيتك. بيتك بتقسط حاليا مع يعتبر مع جميع الفئات اللي موجوده في، او اغلبيه الفئات اللي موجوده حاليا في مصر، بمعنى صح مع الموظفين الحكومه، موظفين القطاع الخاص، لو كمان اعمال حره، وكمان لو طلبه، يعني كل دول كده الاربع جهات دول بتك بتقسط لهم، اي حد بتك بتقسط له، اهم حاجه انه يكون في اثبات دخل. طيب بالنسبه للطلبه، لو احنا قلنا عشان برضو احنا قلنا الطلبه هنا اهم حاجه ان هو يكون معدي 21 سنه، ويكون في جامعه حكوميه او جامعه خاصه، ويكون معاه الكارنيه بتاع السنه بتاعته، دي بالنسبه للطالب. بالنسبه لحد الائتمان اللي بيتحط لجميع الفئات، لا كل واحد بيبقى ليه برنامج مخصص ليه، تمام. الشركة هي اللي بتحدده له مع الخبير اللي بيبقى موجود في الفرع او كول سنتر او الاستعلام اللي بينزل، تمام كده. تمام. هنقول بقى على الرسوم والتفاصيل اللي جوه، ونخش بقى نشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين. اول حاجة حاليا بتك بتعمل رسوم ادارية على مصاريف فتح الحساب. الرسوم هنا بتبقى قد ايه؟ الرسوم هنا بتتراوح من 150 لحد 250 على حسب ايه يا استاذ محمد؟ على حسب العميل هنا هو قطاع عام، قطاع خاص، اعمال حره او طالب. بتتراوح من 150 ل 250، ما بيزيدش عن كده. طيب المصاريف دي بندفعها امتى؟ لا المصاريف دي بتدفعها بعد ما بيجي لك موافقه على الطلب، يعني مش قبل، كان زمان بيعملوها قبل ما بيجي لك موافقه، بينزل لك استعلام، وهل انت هتترفض ولا مش هتترفض، والشروط ايه هي، وهل انت مطابق للمواصفات اللي هو هيقسطه لك ولا لا. احنا كده قلنا بالنسبه ل 150 ل 250 على حسب الشروط اللي هي بتبقى مطابقه ليك، كل عميل بيبقى ليه برنامج معين، تمام كده. وكمان الحد الائتماني. هنتكلم برضو على حاجه تانية، على الفايده بتاعت كل سنه. بتك بتقدم لنا 6 برامج للتقسيط. اول حاجه بتقدم لنا على 6 شهور، تقدر ان انت تقسط على 6 شهور. تاني حاجه بتقسط على سنه. تالت حاجه على سنه ونص، على سنتين، على 3، على 4 سنين. بتك حاليا بتقسط لك على 4 سنين، وده الميني كاش اللي هم حاليا شغالين بيه. طيب على 6 شهور الفايده كام؟ الفايده 12.5%. طيب لو على 12 شهر الفايده 25%، وفي بعض الاعمال الحره بتزيد 2% زياده. طيب على 18 شهر 40.5، على 24 شهر 54% زيادة. طيب على 36 شهر 87% زيادة. 36 شهر يعني 3 سنين. طب لو على 4 سنين اللي هم 48 شهر 124% زيادة على قيمة المنتج اللي انت هتاخده، او على اي منتج انت هتاخده هيزيد الفايدة دي، تمام. طيب نخش بقى على، او بالعاميه كده نترجمها ونحاول نشوف نحط رقم. طيب احنا هنلعب على مبلغ 10,000 جنيه. من الاخر انا خدت تليفون يسوى 10,000 جنيه، انا عايز اعرف التليفون ده بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد 2، بعد 3، بعد 4، المبلغ ده هيبقى عامل كام. مبدئيا احنا بنتكلم على التليفون ده هنا كده بس نظري بس، ولكن في بعض المنتجات ما بتقعدش 4 سنين، بتقعد لحد 3 سنين بس، تمام. نخش بقى على 6 شهور. احنا قلنا هنعمل المبلغ بتاعنا 10,000 جنيه. طيب لو 10,000 جنيه واحنا خدنا على 6 شهور يعني 12.5% فايدة، يعني كده الشركة هتاخد فايدة في خلال ال6 شهور 1,250 جنيه زيادة، وهتبقى قيمة القسط بتاعتك 1,875.
كده المنتج اللي انت خدته اللي هو ال 10000 جنيه اللي هو اساسي 10000 جنيه هيبقى سعره بعد 6 شهور عامل 11250 جنيه. تمام؟ يعني كده الفايده اللي هتتاخد منك 1250، القسط بتاعك كل شهر 1875. طيب نخش بقى على لو هاخد على سنه، لو هاخد على سنه الفايده بتاعتك هتبقى عامله 25%، يعني ربع المنتج اللي انت هتاخده. خدت منتج، خدت 2، خدت 3، هيتضاف عليه 25% زياده. تمام كده؟ طيب احنا قلنا هنلعب على رقم 10000 جنيه يا جماعه عشان بس ما حدش يتوه مني، هنلعب على رقم 10000 جنيه، معنى كده ان هو هياخد منك 2500 جنيه زياده في السنه، في السنه 2500 جنيه زياده. تمام كده؟ معنى كده ان المبلغ بعد السنه هيبقى عامل معاك 12500 وهو اساسه 10000 جنيه، يعني هو واخد 2000 ونص زياده. القسط بتاعك هيبقى 1042. طيب لو حبينا نطول المدة، كل ما بنطول المدة كل ما الفايدة يا جماعة بتزيد، ولكن قيمة القسط بتقل، دي علاقة عكسية. احنا قلنا 18 شهر هيبقى 40.5% زيادة سنوية. تمام؟ احنا قلنا ده المبلغ ده هيبقى على 18 شهر، احنا قلنا 10000 جنيه، هيبقى لو عملنا ال 10000 جنيه ضربناهم في ال 40.5% يعني كده هياخد مني 4050 جنيه زياده في السنه ونص. على المبلغ كام؟ على المبلغ اللي هو 10000 جنيه. معنى كده ان المبلغ هيبقى بعد السنه ونص واقف ب 14050. القسط بتاعنا هيبقى قد ايه؟ 781 جنيه. تمام؟ على سنتين هتبقى نفس الكلام، ولكن الفايدة طبعا هتزيد، هتبقى 54%، يعني هياخد منك زيادة 5400 جنيه في السنتين. تمام؟ هنخش بقى كمان، معنى كده ان القسط بتاعك هيبقى 642. هيبقى المنتج واقف عليك بعد سنتين من 10 هيبقى عامل 15400. على 3 سنين هيبقى نفس الكلام، فايدة 87%، يعني هياخد زيادة بعد 3 سنين 8700 جنيه. تمام كده؟ المنتج بدل 10 هيبقى واقف عليك ب 18700. القسط بتاعك هنا قل بقى 519. طيب لو حط المنتج ده اللي هو 10000 جنيه على 4 سنين هياخد منك فايده 124% زياده. هيبقى المنتج واقف عليك ب 22400، يعني واخد زياده 12400 جنيه. قيمة القسط هتقل اللي هي هتبقى 467. تمام؟ طيب في حاجة برضو تانية مهمة، دي كده احنا قلنا على التقسيط والفايدة اللي هو بياخدها في السنة من أول 6 شهور لحد 48 شهر. طيب نخش برضو على حاجة تانية مهمة وهي رسوم فتح الحساب. احنا قلنا رسوم فتح الحساب من 150 لحد 250 على حسب البرنامج التمويلي اللي الشركة هتعمله لكل عميل. تمام كده؟ طيب نخش على حاجة تانية ودي لسه متضافة جديد. لو خدت منتج بدون فوائد، ودي حاجة مهمة جدا وبيلجأ ليها كتير من الناس، لو خدنا منتج واحد بدون فوائد. طيب بدون فوائد في بيتك بينزل نوعين، في حاجة بدون فوائد بمقدم الربع، وفي حاجة بدون فوائد خالص من غير مقدم. تمام؟ طيب لو بدون فوائد من غير مقدم بتدفع 5% رسوم إدارية. تمام؟ طيب لو بدون فوائد ولكن بمقدم الربع بتدفع مقدم الربع من المنتج نفسه و 3% رسوم إدارية. تمام؟ طيب يعني لو هنتكلم على منتج ب 10000 جنيه يا أستاذ محمد، يبقى أنت كده بتقول لي لو هاخده بدون فوائد على السنة، تمام؟ بمقدم الربع يبقى هدفع 2500 جنيه زيادة وال 7500 هقسطهم على سنة. تمام؟ تمام؟ ولكن هنا هتدفع 3% رسوم اداريه على قيمه المنتج نفسه. تمام؟ طب لو منتج بدون فوائد خالص ولكن ملهوش مقدم هتدفع رسوم اداريه 5%، يعني 500 جنيه. تمام؟ ولو انت عميل جديد هتدفع من 150 ل 250 رسوم اداريه اللي هي مصاريف فتح الحساب. تمام كده؟ طب لو عميل قديم هتدفع الرسوم الاداريه بس اللي هي سواء 3% او 5%، ده لو هو بدون فوائد. طيب لو المنتج اللي انا هاخده معلهوش عليه فوائد ولازم كده كده هاخده بفايده، حاليا بيتك عامله او منزله لسه اول شهر اكتوبر 2022 رسوم اداريه 3% على اي منتج انت هتاخده. يعني خدت حاجه ب 10000 جنيه وهي كده كده عليها فايده،
هتدفع 3% رسوم إدارية. طب الرسوم الإدارية دي بتدفع مقدم ومش هتتخصم من قيمة القسط بتاعك. يعني انت لو اتخذت حاجة ب10,000 جنيه هتدفع عليها 300 جنيه وانت واقف. ودي حاجة جديدة يعني ما كانتش موجودة لكتير من الناس. كنا الأول لو انت اشتريت حاجة بتدفع، لو عميل سابق بتدفع 50 جنيه، بس حاليا بقيت بتدفع 300 جنيه لو خدنا منتج ب10,000 جنيه، تمام؟ اللي هي 3%. طب نخش بقى على حاجة تانية وهي الغرامات. الغرامات يا جماعة في فيتك حاليا بعد المنتج، بعد ميعاد الاستحقاق بتاعك بتدفع بعد فيها بخمس ايام، بتاخد فترة سماح 5 ايام. بعد الخمس ايام دول بيوم بيضيف 50 جنيه غرامة تأخير. 50 جنيه غرامة تأخير دي يا جماعة جديدة، كانت الاول الشركة بتضيف 30 جنيه بس، ولكن حاليا بقت 50 جنيه. خدوا بالكم جامد جدا. طيب كتير من العملاء بتقول بيتك وحش بيتك حلو. انا مش بقيم بيتك، بتك ليها كيانها انا ما بقيمهاش، انا بعرفك ايه هو التوصيف بتاعها وايه هي المبالغ اللي انت تقدر تاخد بالك عشان لو هتقدر ان انت تدفع القسط ولا لا. في نقطة مهمة جدا، ان انت اليوم اللي بتشتري فيه بتدفع فيه في نفس الشهر اللي بعده. بمعنى انا النهاردة اشتريت يوم 10/10، يبقى انا هدفع قيمة القسط بتاعتي، استلمت المنتج بتاعي يوم 10/10، هدفع القسط بتاعي يوم 10/11. طب 15/11 تمام، 16/11 هتدفع 50 جنيه على القسط بتاعك. يعني انت لو قيمة القسط بتاعك 500 جنيه والمفترض ميعاد الاستحقاق بتاعك 15/11 او 10/11 واتأخرت الخمس ايام ما دفعتش، وبعد كده في اليوم 16 رايح في اليوم السادس رايح تدفع، هيحط لك غرامة 50 جنيه. يعني انت بدل ما تدفع قيمة قسط 500 جنيه لا هتدفع 550 جنيه. ناخد بالنا يا جماعة. طب اليوم اللي انت راح تشتري فيه تاخد بالك وتحسبها للناس اللي هي ان احنا نقدر ندفع قيمة القسط ازاي، او بنستنى المرتب عشان ندفع القسط، تمام؟ يبقى انت اليوم اللي بتشتري فيه تعرف انا هقبض النهاردة امتى عشان هدفع امتى، تمام؟ ويفضل لو دايما بندفع شهر مقدم في الاقساط بعد فترة عشان يبقى انت ماشي بانتظام. اليوم اللي هنشتري فيه بتاخد فيه 30 يوم، تاخد فترة سماح 30 يوم وبعد كده بترجع تدفع، ومن كل شهر بتنتظم. زي ما احنا قلنا مثال، لو انا خدت 10/10 يبقى انا 10/11 المفترض ان ادفع اول قسط ليا. تأخرت 5 ايام بيديك دي فترة سماح 5 ايام، بعد الخمس ايام بيوم بيزود عليك 50 جنيه. كده ده يا جماعة بيتك باختصار. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وقدرت ان انا اوصل لكم المعلومة الصحيحة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش اعجاب الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد من عندنا.